البداية تتفاوت ردود الفعل إزاء وباء كورونا، إذ أن بعض الناس ينتابهم هلع وزعر بيشمل الأنشطة اليومية وحتى بيحرمهم من النوم والراحة، فيما يميل آخرون للسخرية ونشر المقاطع المضحكة عن الفيروس. والسؤال، كيف ممكن نحافظ على التوازن النفسي في التعامل مع الوباء؟ وكيف بنضبط انفعالاتنا برشد واعتدال لنتخطى الأزمة؟ معنا الأخصائي النفسي الدكتور خالد تاجي. يسعد صباحك وأهلا وأهلا فيك. كيفك؟ شو أخباركم؟ صباحو سعدكم بهالشيء. كيف البنزين؟ كيف البنزين؟ عزقاء لا هلا بلشت لنا ما حقدر إشي بجوز لأنه ما معي بنزين. كيف يلا إن شاء الله هيك بتتحل هذا مثل قصة كورونا هلا صرنا بصدمة من وراء هالقصة تماما هذه. فخلينا نحكي عن صدمة كورونا، عن الصدمة يلي صابت الكل، عن الحالة النفسية يلي حسست. يعني أنا حدا من الناس صرت حس إنه خلص أكيد معي كورونا، صار يضيق نفس، صار عندي أعراض والحمد لله عملت تحليل ما طلع عندي شيء، ولكن في صدمة، في حالة نفسية. يعني عملتي تحليل؟ الحمد لله ما طلع معنا شيء، ولكن خلينا نحكي عن الصدمة وعن الحالات النفسية اللي عم نعيشها بسبب كورونا للأسف. الحقيقة نحن عنا عدة شغلات لما بيجينا هيك حدث غريب، عنا شيء اسمه الشدات العادية، مثلا نحن إذا توفانا حدا هو شدة بالنهاية، حزن، حداد، ولكن هو مع الوقت بيبدأ بيتلاشى. بينما اللي بيصير الحقيقة بشغلة اسمها الصدمات، الصدمة هي تروما، هي بنشوفها كتير بالأشخاص اللي بيتعرضوا لمشاهد مهددة لحياتهم بالخطر أو مشاهد موت، وهيدي المشاهد بتكون شديدة لدرجة انه هي خارج نطاقه الطبيعي. يعني انا متعود مثلا شوف حادث سيارة، شوف حدا مثلا نازل له دم، بس ماني متعود شوف حادث سيارة لاقي واحد مثلا قطع من جسمه منفصلة عن بعضها. يعني المنظر هذا كتير مؤذي وكتير متعب بالنسبة له، لدرجة انه بيساوي له الحقيقة خوف ورعب شديد. هذا اللي صار بالكورونا. الحقيقة بالكورونا انا رايي انه هي صدمه شديده، لما بتحقق كل معايير الصدمه اللي هي الخوف والرعب، وان هي عم تتطور مع الوقت ما عم بتخف، بالعكس كل ما عم بتزيد الرعب تبعنا والخوف، وعم تترك لنا اثار كثير شديده اللي هي ذكريات دائما على الموضوع، احلام متعلقه بالكورونا، اعراض جسديه، تسرع قلب، تعرق، كل هالشغلات هي عم تصير معنا كلياتها على فكره. وغير هيك التجنب، حتى التجنب انه نحن نواجه هالمشكله هيدي. فبصراحة الكورونا هي نوع من أنواع الصدمة اللي بتساوي بالعادة اضطراب شدة ما بعد الرضو، اللي بيستمر لفترات طويلة إذا ما تلقى الدعم المناسب لحتى يخفف الأعراض هذه. أكيد دكتور. طيب شو هو الدعم المناسب للحد من آثار الخوف والصدمة برأيك؟ هلأ بالحالات الشديدة لازم أنه يتوجه لأخصائي نفسي، يعمل له شيء اسمه تعريض سردي، يرجعوا مرة تانية يعيشوا بحواسه الخمسة شو صار معه. نحن ذاكرتنا بالعادة بتتلقى الشغلات الطبيعية، بتروح على منطقة اسمها اللوزة، هيدي اللوزة اللي هي الإشارة الحمراء، بتعمل توك توك توك، نحن عنا شيء جاي هيك كتير صعب، بعدين منا بعد شيء دقايق لخمس 15 دقيقة بتروح على منطقة اسمها الحصين، وبيرجع التوازن النفسي بالجسم. شو المقصود بالتوازن النفسي؟ نحن جسمنا كل شيء موجود فيه له مقابل، يعني قلبنا بيدق بعدين بيوقف، مزبوط؟ عضلاتنا بتتحرك بتشد مقابل عضلات بترخي، تنفسنا بيطلع بيرجع بيفوت، كل شيء فيه توازن. فبالعادة بالشدات الطبيعية هالتوازن هذا هو موجود، بتفوت بتعمل هالمشكلة هيدي بعدين بترجع بتوازن الجسم. بس بالردود الشديدة مثل اللي صار بالكورونا ضلت بمنطقة اللوزة، ما راحت على الحصين وضلت عم تعملنا بالأدرينالين ومشاكل كتيرة. فكتير مهم انه نحن نرجع نحكي بالموضوع هذا بشكل مفصل حتى نقدر نحن نطلع منه بطريقة بسيطة، ونمشي الذاكرة من المنطقة هيدي اللي عم تعطي إشارة حمراء باتجاه المنطقة العادية. هذا بالحالات الشديدة. بالحالات الأخف شوي نحن فينا نعمل كثير شغلات تساعدنا. أول شيء مثل ما حكينا قبل هيك إنه إحنا نخفف طبعاً التأثيرات من هالموضوع هذا، إنه ضلنا عم نحضر وضلنا عم نتابع هالموضوع هذا، نرجع لروتين حياتنا الطبيعي. كثير منا تلخبط روتين حياته خلال الفترات الماضية، نرجع ننظم نومنا، نكتب على ورقة وقلم أنا بدي نام بالساعة هي، بدي فيق بالساعة هيدي، نرجع نمارس الطقوس اللي كنا نمارسها إن كانت أي طقوس بنحبها، يعني إن كان أهم شيء طبعاً بيناتهم الرياضة، ممارسة الرياضة، وإذا ما في نوادي مثل ما بتحججوا أكثر مرضاي في مشي، مشي 45 دقيقة 3 مرات بالأسبوع حسب منظمة الصحة العالمية، مشي 45 دقيقة 3 مرات بالأسبوع، بس مو لحاله، الواحد برفقة أحد عشان ما يضل الأفكار عم تجي وتروح وتجي. بتعفيه من أمراض نفسية كتيرة، بتعفيه من الاكتئاب، فكيف هون يعني؟
كثير مهم انه نحن نرجع علاقاتنا الاجتماعيه، نرجع نطلع مع اصحابنا، يعني طبعا نتخذ احتياطات، يعني اذا هو خايف يحط الكمامه بس يطلع مع اصحابه ما نقوقع حالنا يشوفهم، ما بالبيت نقوقع لحالنا اذا حالنا. ما فينا شيء. يعني هو الموضوع على قريب على الصدمات اللي كانت ايام الازمه، لما كانت تنزل قذيفه كنت دائما اقول لهم انا للمرضى يخافوا احيانا يقعدوا اسبوع بالبيت ما يطلعوا، اقول لهم بس افتح انت طرف البردايه وتطلع بتقوم تسمع صوت، تشغل اول شيء حاسه سمع عندك تسمع في صوت تحت، معناته في ناس عم يتحركوا. مخه شو بيقول؟ بيقول لا معناته عم يتحركوا هن لانه في مشاكل كثير تحت وهدول جايين يشوفوا القصص الصعبه. بقول له بعد منا بس افتح طرف هيك الشباك وتطلع بتقوم تلاقي سيارات عم تمشي، الناس عم تمشي، الخطوه اللي بعدها انك تفتح باب البيت وتنزل وترجع على الحياه الطبيعيه. هي خطوات لازم نتخذها دائما حياتنا حتى نرجع للشيء الطبيعي، لانه مخنا بالنهايه في تشابكات عصبيه هي بتعطينا سلوكنا. يعني يعني مع الوقت نحن مع الزمن صرنا ما بنقدر نجي لعندكم على الاذاعه لنشرب القهوه لانه ما بتضيفوا قهوه هون. ف... لا هلا بدنا نشرب انا وانت سمر وريم بس ما بقدر احكي معكم معزومه فما بقدر اطلع من البيت لاشرب قهوه مثلا، اذا بدخن لازم ادخن، لازم اسمع فيروز، في ناس اذا ما سمعوها ما بيقدروا يطلعوا، فهي اوامر شرطيه عم تعطينا سلوكنا بشكل كامل بالحياه. فنحن احيانا هي الاوامر الشرطيه بتتشكل كثير بسرعه بالصدمات، فكثير منيح انه نحن نكسرها ونكسر الروتين من خلال تغيير روتين حياتنا. تمام دكتور، يعني هلا مع بدايه العام الدراسي عم نشوف نوعين من الامهات، النوع اللي وقف عندك حط الكمامه وقف العقمص من فوق لتحت، حاله نفسيه كثير فظيعه عم تكون وضغط على قد ما نشوف الولد هو نازل على الدرج بيعمل هيك للكمامه وبزتها وانه خلص حلو عني، والنوع الثاني انه خلص ما في شيء القصه سهله. فخلينا نحكي عن هالنموذجين وخلينا نحكي عن هالولدين اللي اهاليهم عم يزرعوا فيهم حاله نفسيه عن جد عم تاخر خل بالتوازن. هلا هذا الموضوع كثير صعب، ولكن مثل ما قال ضيفنا قبل انا كنت عم بتسمع له شوي انه فعلا يعني كل المنظمات العالمية المهتمة بموضوع المدارس والأطفال هني قالوا رجعت الأولاد للمدارس. ليش رجعت الأولاد للمدارس؟ الحقيقة الأولادنا خلال الفترة الماضية اللي توقفوا عن الدراسة كتير مشاكل بدأت تظهر معانا، يعني بدأ الغضب عند الأطفال، بدأت العصبية، بدأت المشاكل بينهم وبين أهلهم، البيوت صارت بحالة عصبية غير طبيعية، وأنا عم شوفها ما عم بحكي من عندي، عم شوفهم بالعيادات عم بيجوا مشاكل كتيرة، خنايق كتيرة، لأنه كل واحد صار فاضي. يعني الرجال صار بده يتدخل بشغل البيت، والمرأة صارت تتدخل بشغله برا البيت، والولاد صاروا بده يتدخلوا بالأب والأم. يعني صارت لخبطة، صارت خبيصة. هي أول نقطة. وتاني نقطة، يعني هلأ أكثر البحوث العلمية عم تحكي على الأثر النفسي للكورونا. الأثر النفسي للكورونا عم يزيد من حالة الكورونا ومن شدات الكورونا، فكتير مهم نحن أنه نعطي الطفل هذا الحالة النفسية الطبيعية. نحن مو طبيعي أنه الطفل ما يقعد بالمدرسة، أكيد لازم نتخذ احتياطات، وأنا مع الأشخاص كمان اللي عم بيقولوا أنه مو كل المدارس فيها احتياطات مزبوط، فما بعرف يعني الطريقة، هذا بالنهاية راجع لوزارة التربية ومن الناس مختصين بالموضوع. بس بالنهاية العودة إلى المدارس مع اتخاذ الاحتياطات، وأكيد ما نحط 60 70 طالب مع بعضهم بنفس الغرفة، هو شيء جيد. ما بعرف ما يعني المشكلة أنه نحن دائما بنحكي عن المشكلة مو بنلاقي الحلول ببلدنا هون، يعني الحلول موجودة، ممكن نقسم الأوقات الدراسة شفتات، يعني ما بعرف شلون بدنا نعملها، مع عطاء رواتب أكثر للمدرسين مثلا على الأوقات اللي بدهم يعدوها أكثر، يعني ما بعرف شلون الطريقة، بس لازم يتلاقى حل. بس بالنهاية قعدة الأطفال بالبيت أكيد يعني مشكلة كبيرة. أكيد. ولا الأم شو بدنا نقول للأم اللي كثير هلا الأمهات حقهم، بس نحن لا تنسي إنه نحن يعني نحن كل واحد له شخصيته يعني الخاصة فيه. يعني أنا ما حكيت على الصدمات، مو كل الأشخاص بتلقوا الصدمات نفس الشيء. يعني أنا مثلا أنتِ ممكن هلا إذا شفتي منظر كثير مؤذي أو شوية دم تروحي تبكي ساعتين، مزبوط بتعمليها؟ تمام. طيب بعملها. بتعمليها؟ الواحد بيكتئب. الحقيقة النساء بشكل عام أكثريتهم هن تعرضهم للصدمات هو شوي حساسين أكثر، فتعرضهم بيكون أقوى. بينما مثلا خلينا ناخذ شخص عم بيقاتل صار له مثلا فترة طويلة وشافتي، مع الوقت بلش إنه الصدمة لإله لازم تكون كثير كثير شديدة حتى تأثر بالنهاية عليه. فهو الأشخاص بيختلفوا بموضوع توازنهم النفسي، موضوع الصدمات.
مو كل الاشخاص مثل بعضهم، في بعض أكيد. الامهات اللي بالاصل هن عندهم نوع من الوساوس والافعال القهريه، فهدول كثير اثر عليهم، خاصه الاشخاص مثلا اللي كانوا ينظفوا كثير، الاشخاص اللي كانوا يعتنوا بالترتيب كثير صار عندهم وسواس زاد عندهم الوسواس. بس دكتور الظروف بتختلف من شخص لاخر، يعني اكثر المتاثرين نفسيا يعني بالوضع اللي صار هن اللي فقدوا عملهم، فقدوا اشغالهم، شو أكيد. ممكن انت تنصحهم كمان كدكتور بعائلتك كيف تلقيتوا صدمة الكورونا بما أنه كلنا صار معنا صدمة كورونا، وكيف قدرت تتعامل بإيجابية مع أولادك مع عائلتك، وكيف رفعت لهم كمان طاقتهم الإيجابية ليروحوا على المدارس بثقة؟ واكيد هلا شوفي بالنسبه لموضوع العمل والقصص هذه، اصلا نحن في شيء اسمه هرم ماسلو للاحتياجات الاساسيه. تمام. بهرم ماسلو الاحتياجات الاساسيه هو اللي لعبوا عليه اصلا الاجانب عنا بسوريا، هو انه اعطونا الاكل والشرب، صحيح هو الاحتياج الاساسي الاكل والشرب والملبس والشغلات الاساسيه والبيت وكذا، بس هو بالنهايه ما بيطورنا، نحن بعد منا لازم ننتقل للدعم المجتمعي ونحن نربط الناس ببعضهم ونامن لهم خلينا نقول مهن جديده لحتى يتعلموا شيء جديد يقدروا يشتغلوا بعد الازمه، يعني لازم نتعلم من الازمه اللي صارت بسوريا الفتره الماضيه، نحن ضلينا تحت، الخدمات النفسيه ما بتتقدم الا بعد ما ننتهي من المستوى الاول والثاني. تمام. يعني احنا اكيد ما حنروح لعند شخص ما معه ياكل ونقول له تعال خذ دعم نفسي. تمام. يعني نحن الفكره الاساسيه اول شيء تامين الاحتياجات الاساسيه، هي وظيفه الاشخاص المهتمين بهالموضوع، ها بعد منا لنقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي ما بيتقبله اي شخص ما عنده الاساسيات تبعه. يعني امراه متعرضه لاعتداء مثلا وهي مثلا شكلها مو مناسب، اكيد ما بيجي بقدم لها دعم نفسي قبل ما اعطيها اللباس المناسب وحطها بمكان امن. فالموضوع مو بهالبساطه هيدي انه نحن نقدم دعم نفسي لمين مكان، لا، الدعم النفسي لازم يكون لاشخاص فعلا متضررين بشكل كبير، ولكن على الاقل نحن نامن لهم اول شيء الاحتياجات الاساسيه. هذا بالنسبه لسؤالك الاول. سؤالك الثاني كيف انا تجاوزت؟ نحن بشكل عام طبيعتنا عفويه شوي بالبيت، يعني نحن من اول الازمه كنا نحضر شويه اخبار مثلا بالازمه السوريه عم بحكي، بعد منا بطلنا، التلفزيون عندنا ما بينفتح نهائي على الاخبار، يعني فتحنا اولادي لحالهم بيقولوا ليش عم تفتح سكر، يعني ما بحضر حتى هلا ما بيحضروا ابدا، حتى هلا ما حدا ولا ثانية. الكورونا اول ما بلشت كلنا اتخذنا قرار لا بنفتح على اخبار كورونا ولا بنسمع كورونا ولا اي شيء، لانه بالنهايه حقيقه انه وزاره الصحه قالت ونبهت انه كل اللي عم بيجي هو دعايات غير حقيقيه، وهذا اثبته هلا الوقت. صح. يعني ما في شيء من اللي حكى هو حقيقي، يعني وخاصة انه 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 صار في مشكلة نحن عنا بسوريا، ضلوا يحكوا على التنمر بموضوع، مو بسوريا يعني بالعالم كله على التنمر بموضوع الكورونا. اللي عم بيصير ما هو تنمر، التنمر هو شيء مقصود، يعني الشخص بيعمله بقصد الإيذاء وهو متكرر بشكل كامل. اللي صار الحقيقة بموضوع الكورونا هو موضوع استبعاد اجتماعي، يعني نحن بدأنا نستبعد الأشخاص اللي مصابين بالكورونا اجتماعيا، يعني انه لما احنا ما بنقبلهم ما بدنا اياهم خليهم قاعدين بعيد، وهذا الاستبعاد الاجتماعي ما عملوه الأشخاص عشان ما نكون كمان قاسين على الناس، ما عملوه بقصد انه هن يسيئوا للاخرين، هن عملوه لانه هن خايفين، يعني انت لما بتكوني خايفه مثلا وبتشوفي خطر قدامك بتبتعدي، كثير احيانا ممكن تبتعدي، فهذا اللي صار معنا بالفتره الماضيه، لذلك انا عم بقول اعاده العلاقات الاجتماعيه مع الحفاظ على الامان اللي مطلوب واللي مطالبته منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه لان مسؤولين بالنهايه عن كل المواضيع. بس دكتور في نقطه بعد عن الاشخاص السلبيين، العلاقات الاجتماعيه اكيد لازم تكون، بس الاشخاص السلبيين لازم اللي يضلهم يذكروك الاعداد عاليه صارت بالوفيات وكذا، احلى شيء عن جد. بالنهايه كل واحد عنده فكره الخاص وحياته الخاصه، حتى هدول الاشخاص السلبيين فيك تطلبي منهم بوضوح انا مالي حابه اسمع عن هالموضوع، انا جاي اقعد معك عشان نحكي بقصص ثانيه بكل بساطه. يعني نحن ليش ما بنكون واضحين؟ نحن عندنا مشكله بالتعبير عن مشاعرنا وعن افكارنا، عندنا خجل، عندنا خجل نوعا ما. لا، نحن هذا حقوقنا لازم، يعني اكيد نحن ما بنسمح للاشخاص، كل شخص له مكان يخترقني فيه، اكيد ما بيخترقني مديري بالعمل مثل ما بيخترقني مثلا زوجي، هذاك حقه يدخل لمشاعري كثير، ما بحكي على الجسد عم بحكي على المشاعر، حقه يعرف شو انا مشاعري شو انا بحس، هذاك حقه يعرف بس افكاري وشو انا عم فكر بشغلي، فكل واحد له منطقة وخط بيتجاوزك فيه، إذا قدرنا نحن نعرف الخطوط، لو نحن كمعالجين نفسيين وأطباء نفسيين، يعني أنا إذا بسمح للأشخاص يخترقوني كنت اتحطمت، لأنه بالنهاية هن حقهم إنه يفوتوا لهون بس يعرفوا أنا شو طريقة العلاج اللي أعطيهم إياها، بس مو حقهم يدخلوا لمشاعري وداخلي. تمام.
اوكي تمام. فنحن كثير مهم انه نحدد الشيء هذا، ودائما بنكرر على الاستماع الفعال، يعني ننتظر الشخص حتى ينهي حديثه وما نعطي نصائح، يعني دائما اذا بدنا نفيد الاشخاص اللي قدامنا ما نعطيهم نصائح. كثير منيح انه نحن نعمل لهم اعاده صياغه، حكى هالموضوع هذا بنرجع بنعد له اياه باسلوبنا نفسه، نفس اللي حكاه، يوم هو لحاله بدون ما ينتبه بتلاقيه رجع رتب افكاره كلياتها، هو مشكلته الشخص اللي بيكون قاعد قدامنا وجاي لعنا بيكون افكاره ملخبطه، ما لها ظابطه، فانت لما بتعيدي له الافكار اللي حكاها هو بصير عم يستمع لها مو عم يطلعها، عم يستمع لها، فبيرجع دماغه بياخذ الامر بانه يرجع يرتبها بطريقه صح. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم في سؤال او في استفسار كثير مهم لازم نحن نضوي عليه. مريض الكورونا يلي حجر حاله ممكن 14 يوم، ممكن صاروا شهر، وممكن صاروا عده اشهر، حجر حاله بغرفه او بحاله منعزله عن العالم، بحاله نفسيه اكيد يمكن هي عم تسيء او عم تزيد او ما عم بتخليه طيب، خلينا نحكي عن هي النقطه. والنقطه الثانيه مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو ما عنده تسلاي غير انه الموبايل، مواقع التواصل الاجتماعي، او ممكن يقرا كتاب، بس الاكثريه عم نشوفهم على الموبايل كل الوقت. هي الحاله النفسيه قد ايه مهمه ان هي تساعد بالشفاء، وقديش هي ايضا بتساعد بالاحباط النفسي. هلا الحاله النفسيه صار مؤكد 100% وباكثر دول العالم، يعني وفي بحوث اللي عم بتصير عليها، الحاله النفسيه عم بتاثر على مرض الكورونا بشكل كبير. يعني نحن يعني بجوز كثير دول اتخذت القرار، او منظمه الصحه العالميه اتخذت القرار بانه توقف الحجر هذا اللي صار بشكل عشوائي، وبعض الدول ما ساوته منوب، يعني مثل السويد ما ساو حجر نهائي، يعني اعتمدوا على غير اشياء. فالموضوع النفسي كثير مهم. نحن اثناء فتره قعدنا بالبيت قلت لك صار كثير مشاكل نفسيه كبيره، بس مو معناته انه نستمر فيها، مو معناته انه خليها هي تسيطر علينا. نحن دائما بموضوع مثلا الاكتئاب، في فيديو حلو مسويته منظمة الصحة العالمية اسمه الكلب الأسود، بيشرح هيك عن الاكتئاب بشكل حلو، هو عبارة عن 10 دقائق أو دقيقة ونص أنيميشن، بيورجوكي ببدايته أنه الكلب هيك قد هو الاكتئاب، الكلب الأسود، أنه مسيطر عليك، مسيطر على كل شيء، على حركتك، على طلعتك من البيت، على أكلك، على علاقاتك مع أصدقائك. لما بتتعالج، الحلو اللي ما بينتبهوا له أكثر الأشخاص بنهاية الفيلم أنه هذا بيصغر 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 الكلب الأسود، ما بيروح. نحن اللي تعرضنا له هون ما حيروح، بس اهم شيء انه نحن نشتغل على حالنا بحيث انه ما يسيطر علينا وما يضل عم بياثر حياتنا لفترات طويله. قلت لك بكل بساطه من خلال اعاده تنظيم جدول حياتنا اليومي على اوراق، نكتب انا الاشياء الحلوه اللي بحبها والاشياء البشعه، الاشياء اللي مرت معي بكره بدي اغيرها، يعني لانه نحن بننسى، فخلينا نكتبهم كل ساعه ساعتين. انا مثلا الساعه 10 هذا الموقف عم بيتكرر كل يوم، انا بدي احاول الاقي له غيور، بلش غيره من خلال تقنيات حل المشكلات اللي هي انه نحن نقسم المشكله اللي مسكره على عيوننا هل قدام عم نشوف شيء قدامنا، بنقسمها لاجزاء وبنقعد بنعمل هيك مثل اسهم وبنحط حلول لكل قطعه من القطع، بنلاقي انه هي القطعه اسهل شيء حلها، بنبلش بحلها، متى ما حليناها بتصغر شوي صغيره، يعني مثل شخص عنده ديون مثلا 100 مليون ما عم يطلع من البيت، منزوي قاعد، فهو قسم مشاكله، قسم ديونه لانه عنده دينه 5000 ليره، طلع اشتغل جاب هال 5000، قام صغرت شوي صغيره، بلش يشوف ضوء من اليمين واليسار، سمحوا له انه يرجع للحياه الطبيعيه. هذا هو موضوع الكورونا، ما نضلنا غالقين حالنا من خلال الاكاذيب الكبيره اللي الحقيقه عم تنعطى من خلال وسائل الاعلام غير الرسميه، اكيد بعد عن وسائل التواصل الاجتماعي وعن الاخبار الكاذبه، من بعد عن اخبار كورونا اصلا بهالفتره يعني ناخذ الاجراءات الاحترازيه كل واحد يحافظ على حاله، وان شاء الله بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك دكتور، شكرا لك، 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 شكر